طيب انا عندي مهزله كده على السريع، يعني من المهازل اللي بنشوفها كتير حصلت في حميات العباسيه، ودي غير الشهاده اللي شهدها مواطن مصري ودى ابنه الحميات العباسيه وقال على الوضع الصعب. المره دي مش هنجيب لكم شهاده، ولكن هنجيب لكم مشهد من المستشفى اللي المفروض ان بيتعالج فيها اللي عنده مشاكل او اللي شاكك ان عنده اصابه بفيروس كورونا. بالساعات عشان يعرفوا اذا كان عندهم كورونا فيروس ولا لا، وده اللي حاصل. واحده جت عدت الارقام كلها، وده اللي حاصل دلوقتي في المستشفى. سؤال مره ثانيه، تخيل ان التجمع ده في واحد، وشغلونا الفيديو يا جماعه بعد اذنكم، تخيل ان التجمع ده في واحد عنده فيروس بجد، يعني هو رايحين يكشفوا، رايحين يتاكدوا انه ما عندهمش، تخيل ان فيهم واحد عنده في الحميميه والقرب، بيقول لك خلي بينك وبين اللي حواليك متر ولا اربع ثلاث اربع خطوات. تخيل انت المنظر، تخيل ان عنده فيروس فعلا، ايه حال الناس ومصيرهم هيكون؟ ناس حاطه بقى مناديل وبتاع وكاننا كاوبوي. يا جماعه يا جماعه الله يهديكم، الامور بيبقى اسهل من كده لو في تنظيم، تحجز بوقت او بورقه او بدور او كراسي تتحط بشكل تبقى بعيد عن بعض. انما ده احنا بنقول للناس تعالوا موتوا، ده احنا كاننا بنقول للناس تعالوا موتوا، مش تعالوا تعالجوا او تعالوا اكشفوا. يا جماعه رحمه بالمصريين شويه، يا وزاره الصحه رحمه بالشعب شويه، شويه تنظيم، شغلوا مخكم، اعملوا طابور، اعملوا ارقام. الدور المحترم تعمل، تعالى انت جيت دلوقتي خد رقم، اللي بقى رقم، فيبقى مش خايف ان هو لما يقف الاول هيدخل الاول، لا رقموا اي حاجه تطمن الناس، اي حاجه تقول للناس ان دورك محفوظ. انما يلا ليسبق كانك بتسوق عربيه، اللي يدخل بوز عربيته الاول هو اللي هيفوت، مش كده يا جماعه الله يخليكم يعني.